عقد في رئاسة الوزراء مؤتمرا صحفيا للحديث عن أبرز ملامح الموازنة بحضور وزير المالية الدكتور أمية طوقان ووزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المؤمني وأمين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية ومدير عام دائرة الموازنة محمد الهزيمة. المؤمني قال إن ما يميز هذه الموازنة أنها ستركز بشكل كبير على الاستمرار بضبط النفقات وفي نفس الوقت تعد موازنة تنموية. بحب أيضا إخواني أشير أنه رغم أنه الموازنة وصفناها بأنها موازنة منضبطة ماليا، لكنها أيضا موازنة تنموية. تنموية بمعنى أنه العام القادم الأرقام بتحكي عن 1.3 مليار حجم استثمارات، بمعنى اللي هو إنفاق رأس مالي بيسموه كما تعلموا. إدراكا من هذه الحكومة أنه مش القصة بسبب الأوضاع الإقليمية وبسبب التحديات الاقتصادية نقول هذا ليس وقت الإنفاق الرأسمالي، لا، إحنا ندرك تماما أهمية الإنفاق الرأسمالي، أهمية أن يكون هنالك مشاريع، لأنه هذا من شأنه أن يزيد من معدلات النمو، وهذا من شأنه أن يزيد الإيرادات العامة للدولة. الوزير طوقان قال إن حجم الموازنة العامة للدولة لعام 2016 يبلغ 8496 مليون دينار بعجز يبلغ 907 ملايين دينار. النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي راح يكون تقريبا 3.7%. هذا إذا بتلاحظوا مقارنة ب 2015 كان 2.7% المتوقع لنهاية 2015. فإذن وإن شاء الله نتمكن من تحقيق هذا النمو. معدل التضخم أو مخفض الناتج المحلي بنسميه 3.1%. 2015 كانت 3%، يعني تقريبا ثابت حوالي 3%. معدل النمو الإسمي للناتج المحلي اللي هو الحقيقي زائد المخفض بيطلع 7%. النمو الإسمي للناتج المحلي قدرين ل 2016 عجز 3.1% مقابل السنة رح يطلع 3.4%. بالمناسبة السنة رح تلاحظوا أنه طلع العجز، كنا مقدرينه حوالي 468 مليون، رح يطلع ل 900 مليون، لأنه في ثلاث عوامل له. منحة قطر كالعادة ما وصلت، لذلك ما حطيناها بموازنة 2016، من الآن وصاعدا مش رح نحطها بالإيرادات. اثنين، انخفاض سعر النفط حوالي 50%، مع أنه مفيد جدا للاقتصاد الأردني، بس للإيرادات الحكومية نقصت، لأنه أنا باخذ ضرائب 16% زائد ضرائب أخرى على السلع المستوردة عن النفط. طوقان أكد أنه لا رفع على أسعار الكهرباء خلال العام المقبل، حيث سيتم اعتماد السعر الحالي للتعرفة الكهربائية في مشروع موازنة 2016. هو القصد بحالة المياه والكهرباء وكل هالأمور كان الانسحاب التدريجي من الدعم واسترجاع الكلفة لهذه الخدمة. يعني بدنا نسترجع كلفة المياه، كلفة استخراج المياه أو إنتاجها، أيضا بدنا كلفة إنتاج الكهرباء. هلأ الكلفة التشغيلية وللحمد لله بسبب انخفاض أسعار النفط يمكن تسترجع العام القادم، ما في خسارة شركة كهرباء بس في عليها مديونية. لذلك البدائل اللي عم ندرسها الصحيح هي في هذا الاتجاه، بس تحت عنوان لازم هذه الأمور كلها الانسحاب التدريجي من الدعم، وبالنتيجة خلي اقتصادنا يكون كله تابع لقضايا العرض والطلب وبدون تشوهات. وردا على سؤال للحقيقة الدولية حول إذا كان هناك زيادة على رواتب موظفي القطاع العام ومنتسبي الأجهزة الأمنية والمتقاعدين خلال عام 2016، أكد الدكتور الهزيمة أنه لا زيادة على رواتب الموظفين. حقيقة ما تم رصده في موازنة عام 2016 هي الزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين الجهاز المدني والعسكري، بالإضافة إلى رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين، هي الزيادة الطبيعية السنوية. هذا وأرسل مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 إلى مجلس الأمة للبدء بمناقشته ومن ثم إقراره. محمد الفايز،
الحقيقة الدولية.